سلام خوتي خواتاتي، اليوم جات لكم واحد الورقه، واحد لي فان ديالتي قالت لي عافاك لما ديري لي الورقه في الطفال كيفاش كندير، راه كتجيني قاصحه. انا اليوم ان شاء الله غنشاركها معكم، وغادي ان شاء الله نلوح عليها باش ان شاء الله تجي هالورقه زوينه. ها انتم تبارك الله راه ما فيها لا زيت لا حتى شي حاجه، ها انتم كتجي تبارك الله رائعه ورقيقه، ما كندير ليهاش انا الزيت نهائيا، حيت كان ديك الساعه كان منيت كنخدم بها. بالنسبه بحال كالبريوات السيجار راه كتجيكم هانئه، شوفوا تبارك الله كتجي تبارك الله رائعه، راه كتكون زعما طايبه. ها انتم انا ان شاء الله غنوريكم شحال من قطعه خرجت ليا هاد الزلافه ديال الطحين. نبداو ان شاء الله على ربكه الله. انا عندي هنا واحد الزليفه ديال الطحين، ها انتم عندي الطحين عادي داك الابيض يكون زوينه من، ها انتم ان شاء الله. وعندي واحد بحال بالنسبه للزلافه ديال الطحين غادي ندير فيها نص معلقه ديال الزيت، نص معلقه ديال الزيت. وغادي نحتاج هنا انا عبرت لكم حتى بالزلافه، انا غنحتاج باش نوري لكم الكفايه ديال الماء شحال هزت ليا هاد الزلافه ديال الطحين، شحال هزت ليا ديال الماء. حيت السيده دائما مسكينه كتوصي وكتعاود قالت لك عافاك الله يسر عليك، انا عطيتها كل شيء بالدقيق باش تجي تبارك الله الورقه زوينه وتنجح ليها. بالنسبه انا راه عندي الطفال، عندي سميتو التبصيل ديال الورقه، درتها لكم في التبصيل راه فدايت درتها لكم في التبصيل ديال الورقه، ولكن دابا ان شاء الله انا غندير لكم في الطفال ديال البغرير. حيت هي قالت لي ضروري ديريها ليا في التبصيل ديال البغرير الطفال. ها انتم شوفوا تبارك الله، يعني راه كتلكيعه شويه، شوفي بحال تقولي هزات ليا نص زلافه ديال الماء، كديري شويه الماء في يدك وكتحكا كتحبسي بحال هكا كديريهم فوق العجينه كتغطيها. انا هاد العجينه رانا عجنتها مع 8 تاع الصباح، عجنتها مع 8 تاع الصباح، ما خدمتها حتى لجوج ديال العشيه، حتى لجوج ديال العشيه عاد خدمتها. بالنسبه انا راه كنوض شويه بكري، درتها مع 8 الصباح وغادي نخليها حتى لجوج تاع النهار حتى تنسالي، عاد ان شاء الله غادي نوض نضربها، نخليها حتى كترتاح على خاطرها. كنجيب واحد المنديل وكنغطيها صافو، كنخليها على جنب، ما كندير لا في الثلاجه لا في والو، كنخليها الحل بارد. هانتي انا ان شاء الله انا دابا غادي ان شاء الله نخدم دابا الورقه. انا عندي هاد الكاسرونه فيها الماء، ضروري تشلي يدك بالماء هكا، شوفي تبارك الله العجينه كي ولات. هانتي يعني ما بقيتيش تمحني مع ما دلكتيها والو، عا هكا عجنيها عجينه عاديه كما كندير صافو، جمعيها هكا شوفي بحال هكا كنديروا العجينه ديال الورقه صافو، خليها انت يدي. وهات المنديل هذا رانا حطيت فيه باش نحط فيه الورقه ملي نطيب. ها انت شوفي بحال هكا كتخدمي العجينه، شوفي انت راه كتبقى لك العجينه واقفه في الكفيدك ما كتخرجش من يدك، يعني كتبقى محكمه فيها. ها انت شي هذه هي العجينه ديال الورقه، وهذا ان شاء الله رانا غادي نخدم فيه نحط فيه الوريقات ديالنا. انا غنوريك دابا عندي المقله، انا هانتي شوفي البوطه راه ناقصه البوطه شويه، انا غادي ندير ان شاء الله عندي المقله هنا. شوفي هزي المقله، راه المقله سخونه، هزيها وشدي وتبقاي تخدمي. هانتي يعني راه كل وحده وكيفاش كتخدمي، يمكن لك تجيبي لهنا يمكن لك دير هاد الجي، المهم على حسب اللي كتكوني انتيا خدامه بها. هانتي شوفي هادي هي الورقة ديالنا، هانتي كنهز المقلة بيد وكنبقى شادة العجينة بيد، هانتي كتحكمي فيها العجينة دغيا عا كتشديها هكا وكدير كتبقى لك شي حاجة راه كتمسحيها بحال هكا بصبعك. هانتي شوفي دغيا أنا كنبدا نقشر فيها، كتبدا تبان ليا كتبدا تطلع من الجناب، كنبدا نقشر فيها ما كنخليهاش حتى كتبقى بيضة كاملة، حتى كتدير إلا خليتها حتى طلعات كاملة دارت راه غادي تجيك شوية قاسحة. أما إلا بديتي بحال هكا أنت كطلع عاود بديتي شفتي شي واحد شوية من الجناب بدات كطلع لك، هانتي شوفي تبارك الله، هانتي شوفي تبارك الله الورقة كي كتلغوا عندنا، يعني شي حاجه راه زوينه تبارك الله، راه دغيا كتجيك رائعه، راه كتجيك زوينه هاد الورقه. هاد الطريقه اختي ديال الورقه اللي طلبتي ليا، انا سميتو لبيت لك هاد الطلب ديالك. انا غنوريك عاوتاني الشكل النهائي، نقول لك عاوتاني ضروري تخلي تخشي يدك في الماء، ضروري ملي تسالي الضربه الاولى الورقه الاولى ديري عاوتاني يدك شلي يدك وهزي العجينه وتبقاي تمي غاديه، تمي غاديه تشلي يدك فين ما تسالي الورقه، تمي غاديه وتشلي يدك ودير بحال هكا تبان لك بحال هكا شي نقيطه ولا شي بحال هكا متقوبه، هزي شويه داك العجينه تيبقى في يدك وتبقاي تسديها بحال هكا. ها انت شوفي ها انتما شتي انا كنضربها شتي دغيا كتمي غاديه كتبدا لاي بانت لنا شي بلاصه اخا سميتو ما قاستهاش الورقه سميتو راه كنمسحوها بيدينا صافو كطلع. ها انت شوفي تبارك الله شتي الورقه ديالنا، ها انت اختي ها الورقه ديالنا شتي تبارك الله كي كتجي راه كتجي رائعه. ديروا لي جيم بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش دائما ان شاء الله تحمل الفائده، وتبارك الله هاد الورقه راه ناجحه 100%. واللي ما تابوناش معايا يتابونا، بالنسبه للناس الجداد اللي كيتفرجوا فيا ديروا لي ابوني
باش دائما ان شاء الله يوصلهم من الجديد ديالي. وشكرا. ها نتوما هاد البلاصه الحرشه هي علاش كنعمرو، وبلاصه الملسه راه هي اللي كتجي من الفوق. دائما الحرشه راه كنديروها لداخل، ها نتوما ماشي الحرشه كنديروها لداخل، والرطبه هذيك الملسه كنديروها للفوق. ها نتوما البريوه ديالنا راه كتجي زعما شي حاجه زوينه. نتوما شوفوا تبارك الله، يعني الورقه راه ناجحه. تفرجي في الفيلم كامل وشوفي كيفاش، وغتطلع لك الورقه ناجحه 100%. هذه هات الزلافه تاع الطحين رانا عطاتني 21 حبه، عطاتني 21 حبه، يعني 21 حبه راه كافيه بالنسبه لواحد الا بغى يدير بوحدو. يعني زلافه ديال الطحين راه عطيك 21 حبه، يعني راه في الكفايه 21 حبه. داكشي راه خرج لي انا 21 حبه، راه حسبتها ليها باش يعني زلافه راه كافيه 20 حبه. راه الله يجعل البركه. هانتوما شوفوا تبارك الله، راني راه كتجي راه ما كتلصقش وحده مع وحده، انا كنفكها لكم. علاش؟ هانتوما واخا كتشوفوا هذه الثنيه راه كتحليها. علاش كنحلها هكا؟ كنحلها باش بانما تقولوا لا راه ما كتفكش مليك، ما كخاصها ضروري الزيت. هانتوما رانا ما مزيتاش، انا كنحل لكم وحده بوحده. هانتوما غنحيد هذه حك هذه شويه داير، شوف تبارك الله، وكنحلها هكا وكتحيد الاخرى على اخرى. حك تبارك الله طايبه، كتجي زوينه تبارك الله. هانتوما وكتجي تبارك الله راه تتلغوها في اليد، يعني شي حاجه زوينه. ها انتما شوفوا تبارك الله، يعني راه كتجي رائعه ورقيقه. انتما دغيا كتجروا هذه هكا هي كتحل لكم، شتي ما كتلصقش نهائيا، كتبقى بحال هكا. بالنسبه اللي بغى يقليها راه هكا كتجي زوين. يعني بالنسبه هذه ديال الطفار لا داعي للدهن، بلا ما تدهنيها بلا ما ديري حتى حاجه، يعني عاده كتحط بحال هكا شي زويف وكتبقاي تحطيها هكا حتى كسالي الخدمه ديالك، ومن بعد كتجمعيها دائما كديري الحرشه فوق الحرشه، فهمتي؟ باش ما كتلصقلكش بحال هكا، فهمتي؟ ديري بحال هكا، تحطي الاولى حرشه وتبقاي تحطي فوق منها حرشه.